حيث سيكون تلاميذ الطور الأول والثاني على موعد مع دخول مدرسي سيتميز باعتماد كتب جديدة. تلفزيون النهار زار إحدى المطابع المكلفة بطبع ونشر هذه الكتب، والزميلة هاجر زليلف عادت بالتالي. تسابق مؤسسات النشر والطباعة الزمن لاستكمال طباعة وتوزيع كتب مناهج الجيل الثاني. مؤسسة إناج كلفت بكتب السنة الأولى متوسط من الاعتماد إلى النشر وصولاً إلى الطباعة لتأتي بعدها مرحلة التوزيع، مراحل أخذت وقتاً على حساب جاهزية الكتب. قدمنا اللجنة 4 أو 5 خطرات وإحنا نعاود نقدم الآخر. السبب هو التصحيحات، في كل مرحلة كاين تصحيح. الاعتماد خذا وقت كبير، يعني احنا ما كناش متوقعينه، يعني هو كان في 26 جوان، يعني احنا بدينا الطباعة تقريبا أوائل جويليا. العقد المبرم بين المؤسسة التي اخترناها كعينة ووزارة التربية يقضي بتوفير وطباعة كل الكتب قبل الدخول المدرسي. هنا من المبرمج أن يطبع قرابة 9 ملايين كتاب. الهاجس الأكبر هو تسجيل أي أخطاء مطبعية. أنجزنا لحد الآن 8,500,000 كتاب، 11 عنوان، 850 العنوان، وكتاب الأمازيغية 35,000 للكتاب. مضينا العقد هذا أوائل شهر أفريل، وهي اعتقادي مدة متأخرة، طلبت شوية وقت لتفادي كل الهفوات وتفادي كل الغلطات. قلنا كتاب واحد، يعني الاعتماد متأخر، هو كتاب الرياضيات اللي ربما راح تجاوز الدخول المدرسي ب 72 ساعة إلى 4 أيام. غادرنا المؤسسة وتركناها تضع آخر الرتوشات على الكتب، فهل ستنجح بن غبريت في كسب معركة توفير الكتب لجميع التلاميذ قبل الدخول المدرسي؟